امبارح يوم الحد 26 مايو ليه سيدريت من جديد تحتل عناوين كل الاخبار، وحتى انها عملت ضجة كبيرة جدا على جميع مواقع السوشيال ميديا من بعد حضورها حفل اطلاق مجموعة ساعات تجاير الفاخرة التابعة لمجموعة الفي ام اتش في موناكو باوروبا. ودي كانت المرة التانية اللي ستحضر فيها حفل اطلاق ساعات تجاير من بعد ما حضرت الحفل الاول في ميامي بامريكا، والمرة دي يقيم حفل تجاير على متن يخت فاخر جدا في موناكو. وطبعا كان من اهم المشاهير اللي حضروا ليسا من بلاك بي، واللي ارتدت فستان مثير وجميل جدا من ماركة ازياء تايلاندية، والفستان ده مصنوع من حوالي 2000 قطعة من النفايات. ايوه سمعت صح، الفستان اللي ارتدته ليسا يصنع من نفايات تم اعادة تدويرها، وده الشيء اللي وضحته مجلة التايلاند وكتبت التالي على صور ليسا. ارتدت النجمة العالمية ليسا فستان من علامة بيبت شارة تايلاندية، وتلك العلامة التجارية تركز على استخدام المواد المعاد تدويرها من البلاستيك حتى تصنع فستان مميز وبنفس الوقت لا يضر البيئة. أكدت كمان مجلتيلي على أن فستان ليسا صنع من حوالي 1800 قطعة من البلاستيك المعاد تدويره. كمان في معلومة بتقول أن الفستان ده يستغرق حوالي 7 أيام من العمل عشان تقدر علامة بيبت شارة تحول النفايات لتحفة فنية. ومن بعد انتشار الأخبار دي في كل مكان حي حب الجمهور جدا تفكير ليسا وتواضعها الكبير فإنها ترتدي فستان مصنوع من النفايات المعاد تدويرها، وكل ده عشان تشجع الجماهير تحافظ على البيئة. وبالعودة لحفل تجاير، كمان انتشر المقطع ده واللي حقيقة عمل ضجة كبيرة جدا على كل مواقع السوشيال ميديا. فمن خلال المقطع ده شهد المعجبين تفاعل ليسا مع فريدريك أنو المعروف عنه انه حبيبها، وبالمقطع قدم فريدريك أنو حبيبته ليسا لزمايله في العمل، وكان من الواضح جدا ان فريدريك أنو وليسا مرتاحين ومش حاسين بأي احراج من علاقتهم، وتقدر تشاهد ده من ابتسامة ليسا المشرقة لفريدريك أنو. ومن بعد ما انتهى الحفل على طول ليسا شاركت مجموعة من الصور ليها مع اهم المشاهير، كان نجم الرياضي ماكس، وكمان شكل صورة تانية ليها مع جي بلفين. اكتب لي في التعليقات انت هو رأيك في اخبار النهاردة، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.